بيبدأ الفيلم في 2 مايو سنة 1946، وفي يوم كان صعب جدا وكل عواصف بنشوف أسرة نايمة في البيت ومفيش أي مشكلة. بعدها بيصحى الأب على صوت غريب جاي من تحت، ولما بيروح على هناك بيعرف إن هو جاي من خزان قديم، فبينزل عليه يمكن حد محتاج المساعدة، لكن الغريب إن هو بيصرخ بعدها على طول. وقبل ما يطلع من هناك في حاجة بتشده على تحت وبيختفي من ساعتها، وبتخلص أول لقطة في الفيلم لحد هنا، وهنعرف السر مع بعض كمان شوية. هنا بنروح على سنة 1978 وبنشوف واحدة اسمها جولد مع جوزها بن، وفي الوقت ده الباب بيخبط عليهم، وللأسف بيعرفوا ان والدة بن بتكون ماتت، وان هو ليه ورث في مكان اسمه الخليج ولازم يروح على هناك عشان يستلمه. وفي الاول بن مش بيعرفوا حاجة عن الموضوع ده كله، مع الوقت بيسأل عن الاب واخته فبيعرفوا ان هو ماتوا في حادثة من كام سنة، فبيعرفوا هنا الشخص ده ان ده الكلام مش حقيقي، وان هم كانوا ماتوا في بحيرة الخليج، وان الام كانت بتكذب عليه في الموضوع ده، وبيفضل يفرجوا على الاخبار. وطبعا بن بيكون مش فاهم السبب في ان امه تكذب عليه، لكن لازم يرجع على هناك، فبيقرر ان هو يسافر على الخليج فعلا مع اسرته. والطريق كان طويل جدا لحد لما بيشوفوا شجره عملاقه هتوقف الرحله بتاعتهم، فبينزل على هناك عشان يكمل الطريق ماشي، واخيرا بيوصل للبيت. الواضح ان هو كان مهجور من فتره كبيره وشكله مرعب جدا، لحد لما جولد بتحاول تنظفه عشان يقعدوا فيه الفتره اللي جايه، وبتلاقي قدامها جريده قديمه، ومن خلالها بتعرف ان في ناس كتيره ماتت في المكان ده قبل كده، ومحدش فاهم السبب لحد دلوقتي، وكمان الجثث بتاعتهم بتختفي. وفي وسط الجرايد جولد بتشوف تقرير عن موت والد بن واخته، واللي بنعرف ان هما ماتوا فعلا غرقانين ومحدش فاهم القصه. وبالليل بيفضل بن يتكلم شويه مع مراته، وبتعرف ان هي شافت المذكرات بتاعت امه، وانها ممكن تشوف اي معلومه تدلها على الحقيقه. بنعرف ان حياتها كانت سعيده جدا مع بنتها وجوزها، وفي الوقت ده كانت حامل لسه في بن، لحد لما بيجي لهم رسالة تحذير من واحد موجود في البيت. وفي الأول جوزها بيعرفها إن ده مجرد تهديد عشان حياتهم سعيدة وحد عاوز يخرجهم من هنا، لحد لما بنشوف جوزها راح على خزان في يوم من الأيام بتاع العاصفة، وإن هو في اليوم ده محدش يعرف عنه حاجة، وكيد اختفى للأبد. وفضلت مستنية جوزها أكتر من سنة، فبيعرف بن إن أخته كمان اختفت تقريبا في نفس الفترة، وبنعرف إن المذكرات ما فيهاش أي حاجة جديدة ممكن تساعدهم، وللأسف بن مش فاهم الحقيقة وبيخلص اليوم على كده. بعد شوية بنته بتصحى على صوت غريب جاي من الخزان، وبتشوف حركة غريبة في السجادة، فطبعا فضلت تصرخ عشان تطلب المساعدة، لحد لما بتروح على الأوضة بتاعت أبوها وأمها، بتحاول تقول لهم كل اللي حصل معاها من شوية، فبيروح معاها الأب على الأوضة عشان يشوف اللي قالت عليه، لكن طبعا مش بيلاقي حاجة. وبن بيطلب من مراته ان هي تفضل مع بنتهم لحد لما يرجع تاني، وبيخرج بره البيت عشان يأمن المكان كله. بعد شويه بتفتح باب بيطلعها على الغابه على طول، وبتسمع صوت غريب بيقرب ناحيتها، لحد لما بتعرف ان ده جوزها وبتكون خايفه منه. تاني يوم كل حاجه بتكون رجعت تاني طبيعي ونسيوا الموضوع، لحد لما بنشوف جولد بتتكلم مع جوزها وان هو لازم يبيع المكان ده عشان يخلص منه، وانها كمان مش مرتاحه في البيت، فبيعرفها ان هو هيعمل كده فعلا، وبيروح على خزان عشان يشغل الميه، وللاسف بيكون ضلمه جدا، بيحاول يشغل اي حاجه معاه عشان يشوف اللي بيحصل، لحد لما بيوصل على الانحرافيه عشان يشغلها، وهنا ايده بتتعور بسبب الصدى وبتبدا ان هي تنزف قدامه، وبيفضل يلف في المكان شويه عشان يعرف اخره، لحد لما بيلاحظ حاجة على الأرض، فبياخدها معاه، وكان عبارة عن كائن شكله غريب ومحدش عارف مصدره. بيحاولوا بكل الطرق إن هم يفحصوه مش بيعرفوا، فقرر إن هو يحطه في التلاجة، ومش فاهم السبب لحد لما البنت الصغيرة بتفضل تدور على أبوها. في الأول بتكون فاكرة إن هو في الخزان، فبتروح على هناك عشان تشوفه، وطبعا مش بتلاقي حد موجود، لكن بيظهر تعبان ضخم جدا في وشها، وبتفضل تصرخ من الرعب. والاب بيروح ناحيتها بسرعه، ولما بتعرفه ان في تعبان في الخزان بيقول لها ان ده طبيعه اصلا في المكان، لانهم كده كده في غابه. في الوقت ده بتوصل واحده على البيت، والواضح انها عارفه المكان ده من بدري، وان هي جت على هنا عشان في مشتري عاوز يتفرج على المكان، وبتقول لهم ان البيت ده اصلا ملعون من زمان، والناس مش بتحب ان هي تقرب على هنا، وده كله حصل بعد الزلزال، ومن ساعتها ناس كتيره مشيت من هنا بعد لما بيوتها وقعت. بتعرض عليهم مبلغ كبير جدا مقابل البيت والمكان ده كله اللي حواليه، فبيعرف بن ان في حاجه غلط في الموضوع، وخصوصا لما السمساره بتعرفهم ان المشتري ممكن يدفع اي رقم عشان يشتري المكان ده. وفي الاخر بتمشي عشان تروح على العربيه، والواضح ان في حاجه كانت بتراقبها من بعيد، وبتعرف ان في مشكله فيها ومش هتعرف تتحرك من هنا، فبتنزل عشان تصلحها. في نفس الوقت بيظهر كيان عشان يهجم عليها، ومش بتعرف ان هي تهرب منه، لحد لما بياخدها على الغابه، وبتصحى جولد على صوت عالي. بتنزل على المطبخ عشان تفهم الحكايه، وبتشوف حركه غريبة في المكان، فبتصرخ عشان جوزها يسمعها وينزل عليها بسرعة، وطبعا بتقول اللي حصل.
فبيعرفها ان فعلا هو مش مرتاح في المكان ده زيها، ولازم يتحركوا من هنا الصبح لحد لما تاني يوم بن بيلاحظ ان المية بيكون لونها اسود، فبيقرر ان هو يروح على خزان، وده عشان يعرف المشكلة. في الوقت ده بيستغرب ان الخزان نصه مليان على عكس امبارح، وبيحاول يوصل على المفتاح، وده عشان يقفل المية اللي جاية منه، وبيلاقي حيوان ميت. فبيطلع بسرعة على هناك وبيعرفها ان السبب في ان المية يكون لونها اسود هو الحيوان اللي مات، واكيد الصوت الغريب ده كان جاي منه امبارح. والغريب ان هو بيشوف سلسلة قديمة، ومع الوقت عرف ان هي بتاعت اخته اللي ماتت غرقانة في الخزان، وده طبع من خلال الصورة بتاعتها، ولازم يبلغ الشرطة بالموضوع. وفي الطريق بيشوف عربية السمسارة واقفة في الغابة لوحدها، فبينزل عشان يطمن عليها، وللأسف بيشوف جثتها على الارض. طبعا بيرجع تاني على العربية عشان يحكي كل ده الشرطة او يطلب المساعدة. وفي نفس الوقت جولد بتشوف خطوات على الارض ماشية ناحية اوضة مقفولة وبتكون مليانة مية، وبعدها بتحاول ان هي تفتحه بكل الطرق ومش بتعرف، فبتشوف اي مفتاح في المكان وفعلا بتلاقي واحد. ولما بتدخل على الأوضة بتشوف باقي المذكرات بتاعت والدة بن، بتفضل تقرأ فيها شوية، وللأسف الباب اتقفل عليها في الوقت ده، ومش بتعرف ان هي تفتحه مرة تانية، فبتكسر الشباك عشان تخرج من هنا بسرعة، وبتروح على بنتها عشان تشوفها. في الوقت ده بيرجع تاني بن على البيت وهو خايف، وبتعرف ان هما لازم يخرجوا من هنا في أسرع وقت، لأن في حد لسه جاي من الخزان وبيكون دخل على الأوضة. وبعدها بيعرفها موضوع جثة السمسارة اللي شافها على الطريق، لحد لما بتعرفه ان هي شافت باقي المذكرات، وعرفت ازاي ابوه واخته بيكونوا ماتوا في البحيرة او تقريبا كده الخزان. بتعرفوا ان في حاجة مرعبة في المكان ده، وللأسف الام ما كانتش عاوزاك توصل على البيت لانها عارفة الخطورة بتاعته من الاول، وان هي كانت بتكذب على الشرطة عشان محدش يعرف الحقيقة او انك توصل على هنا، وهربت بعدها من البيت. وبتشوف جملة غريبة بتحذر اي حد يقرب من المكان ده لوحده، وان هو لازم يهرب. في الاخر بيجهزوا نفسهم عشان يعملوا كده فعلا، وبنعرف ان بن بيتصل على الشرطة، فبيروح على الغابة عشان يحذره من اللي حصل. بعدها بيوصل الشرطي العربية بتاعت السمسارة عشان يفهم اللي حصل، وللأسف مش بيلاقي حاجة، وبيظهر الوحش من فوق العربية. وهنا بيقرب من الشرطي بكل هدوء لحد لما بياخد باله، وللأسف بتهجم عليه عشان تموته قبل ما يعمل لها حاجة، وبيتسحب على الغاب عشان يتاكل، لحد لما بن بيسمع صوته، بيشوف الضابط اتاكل قدامه من الوحش، فبيرجع تاني على مراته بسرعة عشان يحذرها، وبيعرفها ان المكان بالنسبة لهم ما بقاش امان، وان هم لازم يفضلوا في البيت، وده عشان يهربوا من الوحش. بتعرفه ان هم اصلا لازم يخرجوا من هنا لان الوحش هيرجع عليهم، فبن بيعرفها ان في خطة جديدة ممكن يخلصوا بيها من الوحش ده للابد، وان هو لو قدر يسحبه على الخزان ممكن يحرقه على طول. وللأسف لسه جولد مش مقتنع بالموضوع بتاعه، وبتعرفه ان هي هتاخد بنته وده عشان تهرب من هنا. والناحية التانية بن بيحاول يجهز الخزان عشان يعمل خطته، وبيقرر ان هو يحبس الوحش ده فيها، لكن الغريب ان هو بيشوف جثة تانية في المكان، فبيقفل المية بسرعة، ومع الوقت بيحس ان الوحش لسه في المية، لحد لما جولد بتسمع صوت الباب بيخبط عليه، وطبعا بتفتح الباب وهي مرعوبة، بتعرف ان ده الكلب بتاعهم فبتطمن شوية. والناحية التانية بيحاول بن ان هو يفتح الخزان بسرعة، وللأسف الباب بيكون اتقفل عليه. وبعدها بيحاول ان هو يولع النار في المكان عشان يرتاح من الوحش للأبد، لكن ما يعرفش ان هو كان واقف وراه من بدري، وبيفهم ان هم اكتر من واحد في المكان ده. واحد منهم بيروح على جولد عشان يكسر الباب، والطفلة بتكون خايفة جدا، فبتفضل تصرخ لحد ما بتتسحب من وحش جديد، وبيقدر ان هو ياخدها على الغابة، ومش بتعرف ان هي تهرب منه طبعا، وكمان الام مش عارفة تعمل اي حاجة بدون جوزها. بعدها وحش تاني بيهجم على الام، لكنها بتوجه الكشاف في وشه، وده عشان تخلص منه وتهرب. وكمان بن بيقدر اخيرا ان هو يخرج من الخزان. وفي الوقت ده الوحش بياخد تاني الطفل على الخزان، وجولد بتشوف جوزها واقع على الارض ومش بيتحرك، بيعرفها ان بنتهم في الخزان دلوقتي مع الوحش، فبتقرر الام ان هي تروح على هناك عشان تلحقها، وبتحط على نفسها بنزين، وده عشان الوحش ما يقربش منها، وبتحاول ان هي تنده على بنتها عشان تعرف ان هي لسه عايشه، وبترد عليها، لحد لما الوحش بيهجم عليها مره ثانيه، وبتربي البنزين في كل حته، لكن الوحش بيسحبها تحت الميه، وفي النهايه بتقدر ان هي تضربه بالسكينه، وبتطلب من بنتها ان هي تخرج من هنا بسرعه لانهم اكتر من واحد. طبعا الطفله بتكون خايفه ومش عارفه تتحرك من مكانها، لحد لما بيجي واحد تاني وبتهدده الام بالنار، وفي الاخر بتخرج مع بنتها من الخزان، بتوريها للعربيه عشان ترجع تاني على بن تساعده بسبب ان هو مصاب. وللاسف الوحش بيخرج بسهوله من الخزان لان الباب ما اتقفلش كويس. والناحيه التانيه الطفله بتحاول تهرب من العربيه عشان الوحش عمال يدور عليها، وفي النهايه بيمشي من قدامها، فبتستغل جولد الفرصه عشان تهرب مع جوزها، بياخدوا العربيه وبيتحركوا بيها. بس قبل ما يكملوا الطريق بيظهر تاني الوحش في وشهم، وبتقرر جولد اخيرا ان هي تضرب النار عليه عشان تموته. في الاخر بتكتشف ان هو بيموت عادي، وبيكملوا الطريق عشان يخرجوا من البيت الملعون ده، واخيرا بيخلص الفيلم لحد هنا.